أه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته معاكم محمد تحسين من قناه السرجاق ازيكم عاملين اتمنى تكونوا بخير وصحه وعافيه ان شاء الله أه في الفيديو ده هقول لكم ازاي أه تقفل الاكونت بتاعك قفل نهائي اللي هو اللي هو قفل محدش يعرف يخش لك خالص او يعرف خصوصيه عندك وده عشان تحمي الخصوصيه عندك كل حاجه كل عليك بس انك هتيجي على متجر بلاي وتيجي تدور على الفيسبوك ان انت تشوف لو لقيت الكلمة دي مكتوب عليها تحديث حدث البرنامج لو لقيت فتح يبقى انت كده محدثه يعني على اخر حاجة وبعد كده تتأكد برضو ان موبايلك يكون حديث ما يكونش قديم يعني يكون الاصدار بتاع الموبايل حديث ونروح دايسين فتح على الفيسبوك ونيجي عند الثلاث نقط اللي فوق دي كده ونيجي نعمل كده وهنيجي عند الاعدادات الاعدادات اهي الاعدادات الخصوصية اهي تمام وهنيجي عند الاعدادات وهنيجي هنا 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 اللغه والمنطقه اهي اللغه وهنيجي اللغه التي تريد اا آه ستوفر ترجمه هذه المنشورات لا انا مش عايز ترجمه انا عايز اهي آه آه لغه الازرار انت هتخليها على الجمله دي على دي هتخليها على الجملة دي اللي هو الكلام ده كده تروح دايس عليه فطبعا الفيسبوك هيتغير خالص هتروح خارج خالص بره وتروح برضو رايح على التلات نقط دي وهتنزل علشان تجيب الإعدادات أهي الإعدادات تاني وهتيجي هنا 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 هتلاقي ال علامة دي علامة اللي مك... العلامة دي اهي اللي هي عليها الدرع دي تروح دايس عليها بيقول لو انت عايز تلوك الفيسبوك يعني تلوك الاكونت بتاعك هتروح دايس عمل على الازرق ده كده اهو وفي خلال ثواني ال... اليوزر بتاعك هيكون تعمل له لوك خلاص كده اتقفل كده اليوزر اتقفل خلاص كده هتروح دايس هنا وهتروح خارج بره كده وتروح راجع برضو هنا وتروح جايب اللغة اللغات اللغات اهي وتروح جايب اللغة اللغة اللي مرسوم عليها الدايرة اللي هي عليها علامة كرة الأرضية دي اللي هي دي اهي تروح دايس عليها كده وتروح دايس على أول واحدة وتخليها اللغة العربية وكده بالشكل ده هتلاقي كل حاجة اتقفلت واليوزر بتاعك اتقفل وبقى تمام جدا 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 خلاص كده وكده اليوزر هيكون اتقفل واتعمل له آه لوك تماما تعال بس كده نشوف كده حاجه اهو اهو يظهر هذا القسم الان على ملفك الشخصي لتوضح الاشخاص انك ليس ضمن الاصدقاء من قمت بقفل الملف اهو كده اتقفل الملف بتاعك وكده محدش يعرف يشوف الخصوصية بتاعتك تاني شكرا جدا ليكم ما تنساش تعمل لايك وتشترك معايا في القناة